ارجع لك بقى تاني نكمل المغامرات ما بين هو لما سافر حد من صحابنا كتب على الجروب ان كريم رايح تركيا وما عرفش اي حاجه، ما حجزش اوتيل، ما حجزش اي حاجه. بس انت بتقولي كان في جروب متواصل معاه اللي هو الزملكاويه. هو على الجروب ده يعني حد من صحابنا هم اللي على الجروب كتب. احنا في ناس كتير من الالف طبعا مش عارفين بعض يعني وفي كذا بلد، فهو كتب ان انا مسافر تركيا. بالظبط، حد كتب من الجروب ان كريم عويضه مسافر تركيا ولو حد يقدر يشوفه هناك تمام. انت مش متخيل يعني من حد من اقرب صحابه عمل معاه ايه عشان بس الزمالك. ده بجد يعني مجرد ان هو بيحب الزمالك بجد فعلا. هو الولد برضو صاحبنا ده اسمه حمزه، يعني وقف معاه تقريبا الفتره اللي هو كان فيها في تركيا كله، هو ومامته زملكاويه جدا يعني، كانوا بيتفرجوا مع بعض على الماتشات برضه. ليه واضح انك بتعرف زملكاويه يعني طول. يعني انا بقول لك هو كان مهتم ان الاشخاص حتى اللي حواليه بزملكاويه، اللي حواليه يكونوا نفس التفكير بنفس الكونسبت، لان هو كان مقتنع عنده قناعه ان اللي بيبقى زملكاوي عنده تفكير مختلف. اللي لقيته كاتبه هو بعد ما توفى الله يرحمه بينه وبين نفسه مش حاجه تتنشر يعني. لا هو كان بيتكلم عن الزمالك كفرقه وعن الزملكاويه كاشخاص بطريقه مختلفه تماما. ان دي ناس مختلفه، ان دي ناس فعلا الفرقه دي فيها حاجه مختلفه. كان وبعدين كريم ما كانش مهتم بالزمالك خالص كفرقه كوره يعني. كان بيتفرج على ماتشات الهاندبول وينزل يحتفل بيها، كان بيتفرج على ماتشات الباسكت وينزل يحتفل بيها. بس اكيد انت كنت معاه في كل حاجه. بس هو كان اكتر مني بكتير يعني. انا كنت دايما فرقه الكوره بتشدني اكتر. فرقه الكوره بالنسبه لي هو كان مهتم باللوجو يعني اي حاجه خاصه بالزمالك. مش فكره ان انا عايز اتفرج على ماتش الكوره، لا انا عايز اتفرج على ماتش الباسكت وماتش الهاندبول. وكان بيتخانق في شغله، يا جماعه يا كريم انت عندك محاضره دلوقتي بس في ماتش. يعني دي حاجه ودي حاجه. هو ومنهم مره اللي هي ماتش بتاع برج العرب اللي هو بتاع نهائي افريقيا ده مع سان داونز، كان المفروض بيعمل يعني بيحط امتحان، فاحنا مسافرين وهو المفروض يحط الامتحان، فوقف تقريبا في الشارع قدام الاستاد فتح اللابتوب وعمل الامتحان وبعته للجامعه علشان خاطر وانا مش هروح اسلم لكم الامتحان، انا الامتحان هيتبعت لكم عشان انا في الاستاد في برج العرب عشان في نهائي افريقيا. مش اكتر من كده. فعلا فتح اللابتوب فوق العربيه قدام الاستاد، حط الامتحان وبعته ودخل الاستاد. يعني الزمالك خلاص هو الاولويه، لو هيوقف شغله عشان خاطر يتفرج على ماتش هيوقف شغله عشان يتفرج على ماتش.